كانت أبرز المحطات بحياتي لما شاركت ومثلت فلسطين خارج البلاد ومشاركتي ببطولات فلسطين بشكل عام. حصلت على المرتبة الأولى على مستوى فلسطين 2019. بالنسبة للصحة النفسية كتير بتأثر التنس فيه. لما أكون طاهرة من الفرحة أول إشي بخطر ببالي إني أعمله هو التنس، ولما برضه أكون بعز حالات الاكتئاب والزعل أول إشي برضه بخطر ببالي هو التنس. بلاس قناة فلسطين الرقمية.